بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم جميعا أعزائي طلبة وطالبات أولى تاني تعليم مدمج. معانا دلوقتي الباب الثالث والأخير في الكتاب، بيتكلم عن الأنظمة. نشوف مع بعض كده ليه بندرس الباب ده. يقول الحاسب لما بنيجي نتعامل معاه، الحاسب عبارة عن دوائر، والدوائر دي ما تعرفش إلا كلمتين بس، اون واوف. الاون دي معناها ان الدائره الكهربائيه تعمل، والاوف معناها ان الدائره الكهربائيه لا تعمل. وعلشان نقدر نتعامل مع الحاسب ظهرت الانظمه الرقميه. والنظام الرقمي ده عباره عن ايه؟ التعريف مهم بتاع النظام الرقمي، مجموعه اشارات تعبر عن رقم معين. تعال نفهم التعريف دوت. الخصائص دي بتاعت الأنظمة الرقمية تنطبق على أي نظام رقمي في الدنيا. بتقول لك إيه الخصائص دي؟ إن أي نظام رقمي يتكون من مجموعة من الإشارات. أنت مثلا عندك النظام العشري اللي إحنا بنتعامل بيه في حياتنا العادية، بيشتغل بإيه؟ من الصفر للتسعة. الإشارات اللي بيستخدمها 10 إشارات، 0 1 2 3 لغاية 9. يبقى دي أول حاجة. تاني حاجة، عدد إشارات النظام بيساوي اسم النظام. من 0 لـ9 كم إشارة؟ 10 إشارات. تالت خاصية، أي نظام رقمي لازم يبدأ بالصفر وتتدرج الأرقام بالتتابع بعد كده بدون انقطاع، يعني ما ينفعش يبقى في فواصل بين التتابع بتاع الأرقام. آخر حاجة ناخد بالنا منها في الحاجات اللي بتميز الأنظمة الرقمية، إن أكبر رقم في النظام بيساوي عدد الإشارات بتاعت النظام ناقص 1. فمثلا النظام العشري اخر رقم فيه، اكبر رقم فيه اللي هو 9. التسعة دي عبارة عن عدد الاشارات بتاعت النظام اللي 10 مطروح منها 1 صحيح. في انواع كتيرة من الانظمة الرقمية، بس اشهرها الاربعة دول، الثنائي والثماني والعشري والسادس عشري. تعالى كده نتعرف على الاسئلة اللي بتيجي. احنا هنبدأ بالعشري. اشمعنى؟ علشان النظام دوت بيستخدمه الشخص العادي، وموجود في لوحة المفاتيح بتاعت التليفون، وموجود في لوحة المفاتيح بتاعت الآلة الحاسبة. النظام العشري بيستخدم الأرقام من 0 لغاية 9، يعني إشاراته 0 1 2 3 4 لغاية 9. تعال شوف مدى انطباق الخصائص على النظام ده، وخد بالك من كلمة اللي انا بقولها، مدى انطباق الخصائص، لان السؤال ده ساعات بيجي في امتحان يقول لك ما مدى انطباق الخصائص على النظام الفلاني. لو مسكنا النظام العشري كده وبصينا له هنلاقي النظام فيه اشارات، فعلا فيه اشارات من 0 لـ9. عدد اشاراته عبارة عن 10، ده يساوي اسم النظام. النظام العشري بيبدأ بالزيرو ويفضل لغاية بالتتابع مفيش اي انقطاع، 0 لغاية 9. اكبر رقم في النظام اللي هو 9 عبارة عن عدد اشارات النظام ناقص 1، يعني عدد الاشارات اللي هو 10 ناقص 1. الكلام ده بقى عايزين ايه؟ نكرره مع باقي الانظمة. يعني ايه الكلام ده؟ وده نشوف النظام الثنائي، نشوف مدى انطباق الخصائص عليه. النظام الثنائي فيه اشارتين بس، 0 و1. نبص كده على الخصائص، مكون من مجموعة اشارات، مظبوط مجموعة اشارات، عدد الاشارات عبارة عن اشارتين، عشان كده سموه الثنائي. بعد كده الثنائي بيبدأ بالصفر والأرقام بتتدرج بدون قطاع. بعد كده أكبر رقم اللي هو 1 عبارة عن عدد الإشارات اللي هم إشارتين مطروح منه 1، يعني 2 ناقص 1. في ملحوظة مهمة بتقولك عشان النظام الثنائي بيستخدم إشارتين بس، فهو أنسب نظام للحاسب. فهو النظام الأنسب للتعبير عن الحالة أون وأوف في الدوائر الكهربية داخل الحاسب. طب تعالى نبص على النظام الثماني ونشوف الاشارات بتاعته عاملة ازاي. النظام الثنائي بيستخدم 8 اشارات من 0 لـ7. السؤال ممكن يجي لك، ايه تعليقك على الاشارات دي؟ ما مدى انطباق الخصائص عليها؟ النظام بقى كده السادس عشري بيستخدم الارقام من 0 لغاية 15. الاشارات في النظام ده ماشية كالآتي، 0 1 2 لغاية 9. هنا في خطأ بسيط جوه الجدول يجب ان انت تبقى تشطبه، اللي هو 7 اتكررت والـ8 اتكررت. المفروض تبقى 7
مرة واحدة والتمانية مرة واحدة. ما علينا، انت اخر حاجة وصلت لها اللي هي التسعة. المفروض ان الرقم اللي جاي بعد كده اللي هو 10، فالإشارة بتبقى ايه؟ ايه تعادل الرقم 10، بي تعادل رقم 11، السي تعادل ال 12، الدي تعادل ال 13، الاي تعادل ال 14، الاف تعادل ال 15. ايه تعليقك؟ هتشوف مدى انطباق الخصائص على هذا النظام، ودي عملية بسيطة، هتمسك خاصية خاصية وتيه وتشوف مدى انطباقها على هذا النظام. تعالى بقى نشوف موضوع التحويلات. موضوع التحويلات دوت فيه شوية رياضة ومزعج شوية، وعشان كده انا هشيل منه جزء اثناء ما انا بتكلم، وهتعرف الجزء اللي هتشيل دلوقتي شيلته ليه. دلوقتي عايزين نشوف ازاي بيتحول النظام العشري لثنائي، ازاي النظام اللي احنا بنستخدمه في الموبايل من 0 لـ 9 او في لوحة المفاتيح او في التليفون، ازاي بتحول الحاجات دي الى ثنائي. عايزين نعرف التحويل، تحويل الارقام العشرية الصحيحة وتحويل الارقام العشرية الكسرية. الجزء اللي انا ناوي اشيله اللي هو العشرية الكسرية، يعني هكتفي بس بتحويل الارقام العشرية الصحيحة الى النظام الثنائي. لان انت عارف ان النظام العشري ده لما تيجي تقول ايه 59 و75 من 100، ال 75 من 100 ده بيسموه كسر. انا هنا مش هسألك على تحويل الكسور، انا بركز في الارقام الصحيحة ازاي بنحولها. تعالى كده نشوف كيفية تحويل الارقام الصحيحة الى النظام الثنائي. الموضوع بسيط جدا، انت بتقسم على 2 من الاخر كده، هو كده كل اللي بيحصل، ان انت بتمسك الرقم تقعد تقسم على 2، بتروح تقسم الرقم على 2. طب اشمعنى 2؟ عشان الاتنين دي هي الاساس بتاع النظام الثنائي. فبتقسم على 2 وتروح تسجل بواقي القسمة من اسفل لاعلى ومن اليسار لليمين. من اسفل لاعلى من اليسار لليمين دي هنشوفها جوه المساله. ليه؟ لان انا بيبقى قدامي جدول فيه طابور من الارقام 0 1 0 0 1 1، فبيبقى فيه ايه؟ مسلسل كده كله اصفار وحايد. فبقول ازاي انقل الرقم ده اللي ظهر لي في العمود بتاع بواقي القسمه، ازاي اوديه في شكل رقم ثنائي. هتقول لي بواقي ايه والكلام ده؟ اقول لك ما انت لما تمسك اي رقم في الدنيا وتقسمه على 2 هيقابل لك حاجه من 2، ان الرقم ده يكون بيقبل القسم على 2 او ما بيقبلش القسم على 2. امتى بيقبل على 2؟ لما يكون زوجي. طب امتى بيقبلش على 2؟ لما يكون رقم فردي. طب احنا جينا دلوقتي نمسك المساله، جالي رقم وليكن مثلا ايه 29، او خلينا في البسيط كده شويه، جالي رقم وليكن 15. بعمل جدول واقول اول حاجه هعملها اقسم على 2، 15 على 2 يطلع فيها الكام؟ بيطلع فيها 7، ويتبقى واحد. الواحد اللي يتبقى ده توديه في اخر عمود، لانك بتعمل جدول فيه 3 اعمده، في اخر عمود هتروح مرحل الواحد اللي هو متبقي. بعد كده لما انت قسمت على 2 طلعت الناتج ب7 واتبقى واحد، السبعه دي هتاخدها تقسمها تاني على 2، لان كل ناتج قسمه بناخده ونكرر قسمته على 2. فالمهم اما تيجي تقسم 7 على 2، هنشوف دلوقتي في المساله 7 على 2 فيها 3 واتبقى واحد، الواحد نوديه هناك. وهكذا هتبص تلاقي نفسك بتودي في اخر عمود يا اما 0 يا اما 1. الارقام اللي ظهرت في اخر عمود دي هي اللي باخدها انقلها، بس خد بنقلها من ايه؟ من اعلى العمود لاسفل العمود. اسف، بنقلها من اسفل العمود لاعلى العمود، وبنقلها لما اجي اكتبها بقى على السطر بكتبها من الشمال لليمين. طب تعالى نشوف، تعالى نشوف المثال ده يوضح. المطلوب تحويل الرقم الصحيح 1341 وبين قوسين ومكتوب جنبه 10، يعني ده نظامه عشري، الى رقم ثنائي. الحل، اول حاجه اعمل جدول فيه 3 اعمده، والجدول ده بيتملي من الشمال لليمين كانك بتكتب انجليزي من الشمال لليمين. عمود عنوانه من فوق الاسم على 2، وعمود اللي جنبه ناتج القسمه، والعمود الاخير باقي القسمه. تعالى اقسم 1341 على 2 تطلع 670 ويتبقى واحد، عشان ال 1341 ده رقم فردي فيتبقى واحد، تحط الباقي في الاخر. بعد كده تاخد ناتج القسمه اللي هو 670 تقسمه على 2 يطلع 335.
عشان ال 670 دي زوجي مش هيتبقى حاجه من ايه، فنحط صفر في ايه قصادها. ال 335 نقسمها على 2 تطلع 167، ويتبقى واحد نوديه هناك عشان هي فردي. فلو الرقم اللي انت بتشتغل بيه فردي، اعمل حسابك انت هتكتب واحد في العمود الاخير. لو كان زوجي وبيقبل على 2 هتكتب 0 في العمود الاخير. بنمشي زي ما انتم شايفين كده، 83 على 2 فيها ال 41 ويتبقى واحد، 41 على 2 فيها ال 20 ويتبقى واحد، 20 على 2 فيها ال 10 ويتبقى 0، 10 على 2 فيها ال 5 ويبقى 0، وهكذا. المهم امتى تعرف ان انت خلصت المسألة؟ لما العمود التاني ده يبقى نهايته صفر. اول ما يظهر صفر في اخر العمود التاني يبقى انت كده خلصت شغلك مع الرقم. هتيجي بقى المرحلة الاخطر والاهم، ازاي تحط لي الاجابة النهائية بتاعت المسألة، ازاي تكتب لي الناتج النهائي بتاع التمرين. هتقول لي ان 1341، انت بتكتب من الشمال، خلي بالك 1341 عشري بتساوي، تروح تنقل العمود ده من اسفل لاعلى وتنقله من الشمال لليمين، يعني تبدا من تحت. بص من تحت، 1 0 1 0 0 وحايد 0 1، وتكتب جنبها بين قوسين ان دي كده ثنائي. المسائل دي بتيجي في الامتحان ان يديك رقم عشري ويقول لك ان الفولي ثنائي. طب تعالى نشوف. طبعا الملحوظه اللي مكتوبه فوق دي بتاكد على الكلام اللي انا بقوله، ان المتتابعه بتاعت الباقي بناخدها من اسفل لاعلى، ولما نيجي نكتبها على السطر بنكتبها من الشمال لليمين، بتديك المكافئ الثنائي. وظهور الصفر في اخر خانه في العمود الثاني بيعبر ان كده خلاص العمليه تمت، لان المقسوم اصبح اصغر من المقسوم عليه. طبعا المثال الثاني يوضح اكتر، 218 بعمل الجدول ابو ثلاث اعمده، القسمه، ناتج القسمه، باقي القسمه، وابدا اعمل عمليه القسمه على 2 واخد الناتج اللي بيطلع واقسمه بردك على 2، وكل مره اخد الناتج اللي بيطلع واقسمه على 2 واشوف الباقي بتاع القسمه في كل مره، يا اما يكون صفر يا اما يكون واحد. اول ما خلصت العمليه بعرف انها خلصت عن طريق ان يظهر لي صفر في العمود الوسطاني في نهايه العمليه. بنقل الحل، انقله من العمود الاخير. انقله ازاي؟ من تحت لفوق، ولما اجي اكتبه على السطر اكتبه من الشمال لليمين. ارجو ايه المساله وضحت. في مساله واجب بقول لك، حول ال 187 نظام عشري حولها لي ثنائي، ومديك الاجابه بتاعتها اهي. بالنسبه لتحويل القصور، انا قلت لك انت معفي من موضوع تحويل القصور، لان قصته يعني اصعب سنه. بدل ما بنقسم على 2 بنروح نضرب في 2، وبدل ما كنا بناخد، لا بناخد الجزء الكسري نعيد ضربه في 2 وهكذا. فانا ايه بعفيك من موضوع تحويل الكسور. حتى لما يكون في رقم عشري في جزء صحيح وجزء كسور، ده بردك انت معفي منه، لان انت مسؤول عن الكسور. مسؤول. تعال بقى نشوف التطبيقات بتاعت النظم العدديه. تطبيقاتها كتيرة في حياتنا العملية، بنشوفها في الساعات الرقمية وفي النتائج الرقمية وفي الشاشات. بكده يبقى وصلنا لنهاية الباب الثالث ونهاية المادة. تحياتي. وقبل ما اسيبكم بنبه ان في مجموعة اسئلة على الانظمة الرقمية، اسئلة دي تدرب ايدك عليها، تخرج حلها من وسط الباب. كمان السؤال التالت ده كان ليه تعليق بسيط عليه، ان احنا كنا لغينا الجزء بتاع الكسور وقلنا مش هنحول الكسور الى النظام الثنائي، هنحول الارقام الصحيحة بس. فانت هتحول الرقم اللي هو 109 فقط، ولو حبيت تحول ل 42 اللي هي الرقم الصحيح ماشي، اما الكسور اللي بعد العلامة مش هنتطرق لعملية تحويلها زي ما اتفقنا. تحياتي، وبتمنى لكم التوفيق، واتمنى لكم تكونوا جميعا بصحة، وان شاء الله الامتحان هيكون سهل، وهيكون من الاسئلة اللي في بنك الاسئلة، ومن الاسئلة اللي ورا كل فصل. بتمنى ليكم كل توفيق، واتمنى ليكم النجاح، ونتقابل على خير ان شاء الله في السنوات القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.